جهاد المومني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الناطق الإعلامي باسم الهيئة، أهلا وسهلا بك. بداية، هل هناك تعديلات طرأت أمام المترشحين لانتخاب أو لانتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلدية ومجلس أمانة عمان؟ ضعنا في الصورة. نعم، الحقيقة في ربما هناك تعديلان مهمان. الأول يتعلق بعمر المترشح للانتخابات مجالس المحافظات والبلديات. الآن في هذا القانون العمر هو 25 عاما، وأيضا مدة الفترة الزمنية التي المخصصة للاستقالة فيما يتعلق كما ذكرت في التقرير فيما يتعلق بالاستقالة لمجالس المحافظات والمجالس البلدية 60 يوما قبل يوم الاقتراع. وأما بالنسبة لمجلس أمانة عمان فالقانون أتاح 30 يوما فقط. وبالتالي هذه اختلافات بسيطة فيما يتعلق بموضوع الترشح. طيب، جاهزية الهيئة المستقلة للانتخاب لعقد الانتخابات، يعني هل من تحديثات على عمليات التحضير؟ بكل تأكيد، يعني هذه الانتخابات من حيث المبدأ لا تختلف عن الانتخابات التي سبقتها. التحضير للانتخابات وفق التقويم الانتخابي هو واحد، لكن هناك متغيرات على القوانين، وبالتالي لا بد من أن تكون هناك متغيرات على الإجراءات. والتغيرات التي طالت القوانين تتعلق بالنظام الانتخابي، تتعلق ببعض البنود يعني الجانبية أيضا. وبالتالي الهيئة أعدت تعليمات تنفيذية خاصة بقانون جديد للإدارة المحلية وقانون آخر وتعليمات تنفيذية أيضا لأمانة عمان، بمعنى أن الجانب التشريعي هناك بعض التغيير. أما فيما يتعلق بالإجراءات في الميدان فهي واحدة، تبدأ كما تعلمون بقرار مجلس الوزراء وثم قرار الهيئة تحديد يوم الاقتراع، وبعد ذلك تبدأ المراحل العملية الانتخابية بما يعرف بالتقويم الانتخابي وصولا إلى يوم الاقتراع. طيب، خطط الهيئة خلال الشهرين المقبلين، يعني أتحدث هنا عن أهمية توعية الناخبين بالمشاركة في الحياة السياسية، ما المنتظر في هذا الجانب؟ نعم، الحقيقة هذه مهمة يعني كبيرة، وكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل السياسي والإصلاحي هي معنية بهذا الأمر. نحن في الهيئة المستقلة للانتخاب شريك، ولكن يترتب علينا واجب العمل للتوعية بالقوانين بكيفية الانتخاب. وهناك جانب آخر لهذا الأمر وهو التشجيع على الانتخابات وتحفيز الشباب على سبيل المثال للمشاركة. هناك متغيرات حدثت فيما يتعلق مثلا بالمرأة، زادت نسبة النساء في مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وهذا يتطلب أيضا تحفيز من كافة الجهات المعنية بهذا الأمر بحيث تشارك المرأة كمترشحة إضافة إلى وجودها كناخبة. كذلك الأمر فيما يتعلق بالشباب، والرهان الآن على الشباب، وهذا طبعا هذه دعوة ملكية لمشاركة الشباب وتحفيزهم وحثهم على أن يكونوا جزء من العملية الإصلاحية الشاملة في الدولة الأردنية. والحقيقة الهيئة تعمل ولديها خطط على هذا الصعيد. نحن لدينا برامج مكثفة بدأناها وستتكثف تدريجيا إلى أن نصل إلى يوم الاقتراع على الأقل، وقد أدينا ما نعتقده أنه واجب كبير ومهمة أيضا تستحق العناء فيما يتعلق بتكريس ما تعرف بالثقافة الانتخابية في مجتمعنا، وهي ثقافة تأتي كما ذكرت بالتدريج، لكن العمل الآن مكثف الحقيقة على هذا الصعيد، وهناك خطط واضحة للهيئة المستقلة للانتخاب. جهاد المومني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الناطق الإعلامي باسم الهيئة.